تواجه المرأة الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي العديد من القضايا والتحديات والصعاب أثناء ممارسة عملها الأكاديمي في مؤسساتنا التعليمية، حيث يتم إقصائها وتهميشها ومنحها من الوصول لمواقع صنع القرار في مجالس الجامعات وعملاء الكليات ومجالس الأمناء ووضع المقررات والمناهج التعليمية التي تدرس لأبنائنا وأجيالنا القادمة. نساء الأكاديميات لا يأخذن فرصهن كاملة أسوة بزملائهن الأكاديميين ولا يترقين ولا يحصلن على فرص كاملة في الترقي والتطور والتقدم في كافة المجالات للأسف، حيث يغير دورهن ولا يساهمن مساهمة حقيقية وفعالة في العمل الأكاديمي تليق بقدراتهن ومواهبهن والقدرة على وقدرتهن على تغيير واقع الأمر في المؤسسات التعليمية والأكاديمية في قطاع غزة.